أيضا الأخ أبو عائشة الفضلي من الكويت يسأل يقول: فضيلة الشيخ، مع دخول هذا الشهر الميلادي تبدأ احتفالات النصارى بالكريسماس وأعيادهم، ما حكم مشاركتهم في احتفالاتهم سواء بعملها أو حضورها أو تبادل الهدايا فيها أو التهاني؟ لا يجوز كل هذا، لا يجوز مشاركتهم وحضورها. الله جل وعلا قال: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار، لأن حضورهم فيها إقرار لها ورضا بالمنكر، هذا لا يجوز. ولا تهنئتهم فيها، لا يجوز هذا كله، لأنها أعياد مبتدعة حتى في دين النصارى، ما هي مشروعة، إنما هم ابتدعوها. نعم.